صدق اليمنيون هذه المرة وعود الرئيس علي عبد الله صالح؟ لا أعتقد أن أحد سيصدق علي عبد الله صالح، لأنه عودنا مثل هذه التصريحات كثيرة جدا، أنه يكره السلطة ولا يريد السلطة. الجديد في هذه المرة أنه أشار إلى أنه في حال تخلي سوف ينقلها إلى من ذكرهم، هو يقصد بذلك القتلة الذين يقتلون الشعب اليمني اليوم من القيادات العسكرية التي ما زالت مع النظام اليوم. إذا هو ليس تصريحا بنقل السلطة، أكثر منه تهديدا بأن الذي سيمسك السلطة سيكون أشد بشاعة منه، هكذا أراد علي عبد الله تشير إلى العسكريين. نعم، هو عندما يقول الذين صدقوا مع عهد الله عليه، بمعنى صدقوا مع ما, 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 ما امرهم علي عبد الله صالح ان يقتلوا الناس، مثل احمد علي عبد الله صالح ولد حارس قائد الحرس الجمهوري او قائد الامن المركزي وغيرهم من الذين ما قيادات عسكريه ما زالوا حول علي عبد الله صالح. هو اشار بالتحديد جمال بالقول هناك رجال سواء مدنيين او عسكريين قادرون على الامساك بالسلطه في البلاد، لكن انت ربما ويمنيون آخرون يرجحون أن المقصود هم العسكريون أكثر من المدنيين. بالتأكيد من سياق خطابات علي عبد الله صالح بشكل عام، وهذا الخطاب هو فقط أعتقد أنه أراد أن يوصل رسالة لأكثر من جانب إضافة إلى ما ذكرنا. الرسالة الأولى هو إلى مجلس الأمن، لأنه بدأ يشعر أن هناك قرار أممي، فبدأ يريد أن يرمي بشيء ليربك الساحة الدولية، ثم أراد أن أيضا يبشر من ما زالوا حوله حتى لا ينفضوا من حوله، وأيضا إشارة إلى الشارع الثوري حتى يحاول امتصاص أو أن يشعرهم بأن هناك شيء من التخلي حتى يخفف توتر الشارع. سيفعل أم لن يفعل؟ لا أعتقد أنه سيفعل ذلك، من خلال مراقبتنا للرئيس علي عبد الله صالح بخطابات سابقه قالها منذ اول الثوره وهو يقول انا اكره السلطه سأتخلى. لكن هذه المره للاختلاف جمال انه يقول مصادر تقول ان صحه الرئيس علي عبد الله صالح تدهورت بشكل كبير منذ عودته المفاجئه من السعوديه، وصالح يعاني من العديد من المشكلات الصحيه لا سيما في التنفس والسمع. هناك ربما أسباب وجيهة أكثر يعني تعيقه عن ممارسة السلطة فعليا جسديا وفكريا أيضا. أنا أعتقد من وجهة نظري أن ليس هناك ما يدعو للتفاؤل، وبالتالي أنا نقول للشباب أن يحافظوا على درجة التوتر وعلى حماس ثورتهم، وألا ينجروا إلى أو ألا يبدأوا بالتفاؤل بمثل هكذا قرار، لأني لا أعتقد أن علي عبد الله صالح جاد من خلال تحركاته الميدانية. هو ما زال الآن يصر على أو يريد أن يجر اليمن إلى حرب أهلية، لا يريد أن ينتهي أو لا يريد أن يتخلى بسهولة كما قد يفهم سطحيا من خطابه هذا. حصول توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام ربما يكون أحد العوامل القوية التي دفعته إلى الإدلاء بهذا هكذا تصريح. أعتقد أنه من ناحية يريد أن يخطف الأنظار أو الإعلام باتجاه نفسه، ربما ذلك. أعتقد أن حصول توكل كرمان على هذا هو كما قال شباب الثورة، أن توكل استطاعت أن تقرن اسم اليمن بالسلام كما استطاع علي عبد الله صالح أن يقرن للأسف الشديد اسم اليمن بالإرهاب. شكرا جزيلا لك الناشط والباحث اليمني جمال الملك.